ومن استعراض لأبرز وأهم العناوين للدخول في التفاصيل وفي ضيافتنا مرة تانية الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي. والبداية مع حضرتك يا أستاذة فريدة، نقرأ من الوطن عنوان يقول: مصر ترحب بقرار الأمم المتحدة بإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين. ومن الأخبار: مصر ترحب بقرار الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. بتشوفي إزاي حضرتك الموقف المصري الصامد والمستمر لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وبتشوفي إزاي كمان آليات تطبيق القرار الأممي؟ طبعا أنا بشوف أن اللي وصلنا له ده في الأمم المتحدة ده بفضل الجهود المصرية والموقف المصري. وانت عارف أنا ما بقولش ده لأن أنا مصرية شوفينية، لا بالعكس، أنا عندي قضية فلسطين بالنسبة لي أولوية مطلقة يعني. بس هي الفكرة أنه مصر من أول لحظة رفضت تصفية القضية وواصلت جهودها مع كل القادة والزعماء وحتى مع أمريكا اللي واقفة مع إسرائيل وكله علشان نوصل للي وصلنا له ده. ودي خطوة مهمة جدا لأن في 124 دولة صوتت، يعني تقريبا العالم كله. ولذلك أنا بقول إن العالم كله هيبتدي يغير القوانين اللي كانت ممشيانا واللي خلت إسرائيل تتفرع عن الفرعنة دي، لأنه كانت مهما تتفرعن وتيجي تدينها وتيجي تعمل قرار زي ده أمريكا تعمل فيتو. فمش معقول إن دولة واحدة بتدعي الديمقراطية والحقوق الإنسان والمش عارف إيه وكل القيم الكل ولا حاجة منها بتتنفذ، إنها هي لوحدها توقف العالم كله. يعني ده نظام مهبب، يعني المفروض يعاد النظر فيه. فهنا دي 124 دولة صوتت، وأعتقد إن النهاردة في ده فصل جديد في تاريخ الصراع العربي الفلسطيني العربي الإسرائيلي. ليه؟ لأنه النهاردة بعد كل الظلم وكل القتل والترويع والوحشية اللي حصلت وتقريبا حرب الإبادة اللي علني كده والعالم كله بيتفرج عليها، ليها وقفة. هي دي الوقفة بتاعتها، وهي دي اللي هتبتدي. يعني انت عارف 12 شهر والله يفوتوا برضو، ما فات 100 سنة قبل كده فيفوتوا يعني، وإن شاء الله فلسطين ستنتصر يعني بإذن الله. في نوع جديد كمان من القتل والترويع أستاذة فريدة، نروح نقرأ من اليوم السابع عنوان: عهد جديد من الحروب الإلكترونية. دي كارثة، يعني مسألة أنه بضغطة زرار مظبوط يا سامر، هي كارثة بس نتعرض أيضا للاغتيال. الكارثة الأفظع أن احنا سيبنا كل التكنولوجيا واهتمينا بقضايا يعني لا مؤاخذه يعني ما يصحش تبقى كده، يعني هامشيه وسخيفه كمان، وتشتت الانتباه وتشتت مشاعر الشباب وعقولهم لحاجات يعني ما يصحش. يعني حضرتك بتتكلمي انه ضروري نركز راس المراه، شعر المراه يبان قد ايه، رجلها تبان ولا لا، ايديها تبان كده. واهو دلوقتي كله لهانة في المشاكل دي، عشان كده انا بقول ان دي مؤامره مش حاجه، مش صدفه يعني انها مؤامره، لانه اللي حاصل النهارده فعلا مريع. يعني لما يبقى واحد من حزب زي حزب اسمه ايه، حسن نصر الله، انا برفض اقول حزب الله لان ربنا ما عندوش حزب، استغفر الله العظيم يا رب. يعني ربنا خالق الكون كله، الكون يعني، فمش معقول يبقى. فاحنا ضروري نركز على موضوع الاهتمام بالتكنولوجيا وبالامور السيبرانيه، انه ده المستقبل، الحمايه من هنا. سمر، احنا لو كنا مركزين على التكنولوجيا كنا قدرنا نعرف ان الحاجات اللي احنا بندفع ثمنها، يعني احنا ادوات لقتلنا واحنا اللي بندفع ثمنها. احنا اللي بندفع ثمن. بس اصبحت الان استاذه فريده الدوله المصريه بتعمل على تطوير ومواكبه التكنولوجيا والتحول الرقمي مع التحول الاخضر والاي اي وغيرها، حتى الدخول في الجامعات والكليات بقى فيه متخصصه في هذا الشان تحديدا. هي دي بقى الحاجه اللي بتدعو الى التفاؤل. نعم، ان مصر بقت فعلا الجمهوريه الجديده، وفعلا بتهتم بالتكنولوجيا، وفعلا بتهتم بتنميه القدرات المصريه والكفاءات المصريه والشباب المصري. بالفعل. يعني كل حاجة بقت مختلفة يعني.